لم يكن علم النفس موجودا من قبلي الفيلسوف نيتشه السلام عليكم نواصل مع فرويد ونظريه التحليل النفسي هذا الكلام للفيلسوف نيتشه لم يكن علم النفس موجودا من قبلي الحقيقه تذكرون في حلقات سابقه عندما تطرقنا الى موضوع انه فرويد تجنب باعترافه قراءه اعمال نيتشه فذكرنا في تلك الحلقات انه لا بالحقيقه انه فرويد قرا جميع اعمال ناتشه حرف حرف كلمه كلمه سطر سطر لكنه يقول اني لم اقرا نيتشه لماذا؟ بالحقيقه انه على الرغم من انه فرويد كان يحترم ناتشه احترام شديد ويكون له تقدير عظيم بسبب رؤاه النفسيه الحاسمه رؤى الفيلسوف ناتشه مع ذلك يقول أن السبب لا يريد أن يقرأ أعمال نيتشة كان حريص على تطوير وجهات نظرة النفسية الخاصة به دون أن يكون منحاز المهم هذا ليس الموضوع الفيلسوف نيتشه صور نفسه كمفكر نفسي وتاريخي كان كل هدف الاخلاق المسيحيه قيمها ومثلها يصف نفسه بانه اللا اخلاقي الاول وهو المدمر بامتياز ما هو الذي كان يدمره نيتشه؟ كان ما يهدف نيتشه الى تدميره هو المثل العليا المسلم بها في مجتمعه. كان يعتبر الاخلاق المسيحيه اخلاق منحله. رفض كل مثل السامري الصالح. السامري الصالح هي قصه يرويها السيد المسيح في احد الاناجيل لتلامذته، يعني شخصيه ليست حقيقيه، السامري الصالح. رفض كل هذه المثل وايضا كما هو معروف ان الفيلسوف نيتشه اشتهر باعلان موت الاله المسيحي اصبح الايمان بالاخلاق المسيحيه مشكوك فيه فلا ينبغي ابدا اعتبار الخير والشر قيم مطلقه ابدا تمثل هذه الاخلاق المطلقه طغيان ضد الطبيعه كما يقول نيتشه ما هو السبب؟ قدم نيتشه ثلاث اعتراضات ضد المسيحيه يقول اولا انها عقيده والعقيده لا تناقش ولا تطلب منها اثبات او اي شيء اخر ثانيا انها تقلل من شان حياه الانسان على الارض لانها تضمن له الاخره وغيرها ثالث شيء انها تدعو لتبعيه الانسان لهذا الاله وطبعا الاله لن يامر هذا الانسان شخصيا هناك رجال دين دجالين سوف يقومون بالاستحواذ والهيمنة على فكر هذا الإنسان ويسوقون كالقطيع لذلك من الخطأ أن أفكر أن نيتشه ينكر كل القيم أبدا نيتشه يزدر القيم التقليدية فقط والتي في رأيه تلك القيم سببت انهيار الإنسان الغربي الموجود بالتالي يطالب نيتشه ليس بالغاء القيم بل باعاده تقييم للقيم، باعاده تقييم القيم وليس التخلي عن جميع القيم، فمهمه الفيلسوف هي ايجاد القيم، بالتالي لا ينبغي اعتبار هذه القيم الجديده ممنوحه من الاله. لا ينبغي اعتبارها انه غير قابله للتغيير والمناقشه والجدال. بالتالي الاخلاق حسب راي الفيلسوف نيتشه هي وسيله للراحه مهمه الاخلاق ان تسعدنا في هذه حياتنا وليست مثل عليا لا غير قابله للنقاش جميع القيم مشروطه قيم الان نعترف بها قيم في وقت اخر نفس القيم ما نعترف بها لذلك على القيم ان تعزز حياه البشر ليس المفروض من القيم ان تعرقل وجودهم وتعيشهم في تعاسه لانها غير قابله للتغيير. لذلك يرى الفيلسوف نيتشه عالم النفس الفيلسوف يرى انه شخصيات السامري الصالح وشخصيات المسيحي الصالح شخصيات ضعيفه وفاسده. يقول نيتشه انه لم يوجد علم نفس قبله لانه يعتبر نفسه بكل بساطه الفيلسوف الأول الذي شكك في الأخلاق المسيحية والأنواع البشرية التي صنعتها يقول الفيلسوف نيتشه لم يشعر أحد حتى الآن بالأخلاق المسيحية أدنى مرتبة منه لم يشعر أحد حتى الآن بالأخلاق المسيحية أدنى مرتبة منه ومن أجل تحقيق هذه الغاية يلزم ارتفاعاً يلزم نظر من بعيد يلزم عمقا نفسيا شديدا وهي هذه الامور كلها التي لا يعتقد انها ممكنه حتى هذه اللحظه كانت الاخلاق المسيحيه حتى ذلك الوقت تشبه الساحره كيركا الساحره كيركا في الاساطير اليونانيه كانت ابنه اله الشمس هذه الساحره التي تغوي جميع المفكرين فيعملون على خدمتها. من من الاشخاص قبلي نزل الى الكهوف السريه التي يخرج منها التي يخرج منها الدخان السام لهذا المثل الاعلى، هذا الافتراء على العالم. من الشخص الذي تجرأ حتى على افتراض وجود كهوف سريه؟ هل كان احد من الفلاسفه الذين سبقوني عالما نفسيا اصيلا؟ ولم يكن نقيضا للعالم النفسي أي لم يكن دجالا بارعا مثالي عندما نأتي إلى نيتشه ونحلل شخصيته فلسفته كتبه من ناحية نجد نيتشه أقرب إلى تنوير الفيلسوف كانت اللي تحدثنا عنه بالحلقة السابقة أقرب إلى تنوير كانت من التحليل النفسي لفرويد فيكشف أن هناك افتقاد للوضوح بشان الاسس الاخلاقيه الموجوده للمجتمع الغربي في نهايه القرن التاسع عشر ويدعو نيتشه الى تقييم نظام قيمي للاخلاق الذي سيكون اقرب الى الطبيعه البشريه كما هو يراه نيتشه هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه كان نيتشه يصور نفسه صوت وحيد على اعتباره اول عالم نفسي يمتلك رؤى فرويديه يقول نيتشه تقود ذاكرتي فعلت ذلك ويقول كبريائي: لم اكن لاقدر على القيام بذلك ويظل عنيدا واخيرا تستسلم ذاكرتي اذا على نفس المنوال راى فرويد ان الثقافه ان الحضاره تفرض اعباء الامتناع عن ماذا؟ عن ممارسه الجنس وهذا الكبت الذي لا يمكن تحمله تقريبا على البشر سوف يؤثر عليهم وفقا لفرويد سوف يجعلهم يمرضون بالتالي كان نيتشه اللي نعتبره كلاسيكي نشا فرويد كعالم كل هدف فرويد هو ان يجعل نظريه التحليل النفسي علم جديد يقول فرويد ربما يقال عن التحليل النفسي انه اذا مد اي شخص خنصره نحوه يعني اذا مد اي شخص خنصره نحو التحليل النفسي فانه يعني التحليل النفسي فانه يجذب اليد باكملها سريعا. بالتالي فرويد عندما ناتي عليه سوف نجد انه تلقى تدريبه الطبي في اواخر القرن التاسع عشر. وهذا القرن في وقته كان قرن نسميه العلموية بمعنى الاعتقاد. بأن معظم المشكلات التي يعاني منها البشر اجتماعية سياسية اقتصادية طبيعية يمكن معالجتها عن طريق الفيزياء لا توجد مشكلة لا تحل بالعلم لذلك ليس من المستغرب أن فرويد منذ أول غزواته العلمية في مجال علم النفس اعتنق توجه ذهني علمي من أجل أن يدرس الظواهر العقلية لا يوجد قبلها أحد ابتداء من أول كتاب إلى من مشروع علم النفس العلمي اللي سنة 1895 إلى آخر كتاب مخطط التحليل النفسي 1938 يقارن لك فرويد بانتظام التحليل النفسي على اعتباره أحد العلوم يقارن بالعلوم لكن مع ذلك لم يكن فرويد أول من صور علم النفس على أنه علم حال حال بقية العلوم لا أول من فعل ذلك داروين والفيلسوف هيجل اللي يعتقدوا انه النظريه التطوريه مهدت لك الطريق من اجل ايجاد نهج علمي لعلم النفس، بالتالي سوف يصف فرويد مذهب التحليل النفسي بانه بنيه فوقيه، هذه البنيه الفوقيه سوف تغرز يوما ما في اساس عضوي لا يزال مجهول. مهمه فرويد الكشف عن هذا الاساس العضوي. إذن يسعى فرويد بكل الطرق المختلفة من أجل ماذا؟ طرق متعددة من أجل أن يمنح نظرية التحليل النفسي اللي أوجدها مصداقية علمية علم النفس قبل فرويد موجود لكن فرويد أوجد نظرية التحليل النفسي طيب إحنا يا فرويد عندما تقول أنه نظرية التحليل النفسي علم يجب أن تتحمل مسؤولية مثل هذا الكلام يجب أن تتحمل مسؤولية هذا الالتزام الخطير هناك عواقب كثيرة بالفعل سوف توجد عواقب كثيره ترافق هذا القول هذا الالتزام ما هو اذا كانت نظريه التحليل النفسي هي علم كما يقول فرويد بالتالي احنا نتوقع رؤيه ماديه معينه للعقل لا تحدثني عن افكار هلاميه وكذا يعني كما انسان مريض في مرض عضوي في الامعاء في المعده انا اريد الامراض النفسيه نفس التشخيص بالتالي نتوقع منك يا فرويد تقديم نماذج ميكانيكيه نفترض ايضا حالات قياسيه حال حال الامراض البدنيه نفترض كميه من الحتميه بشان الاحداث العقليه بحيث نعرف ما الذي سوف يحدث بالتالي كان فرويد ثابت على مبادئه كان مصر على انه هو مستعد يتقبل هذه العواقب ومستعد يجعل من نظريه التحليل النفسي علم مع ذلك عندما نأتي وبالحلقات القادمة سوف نغوص في عمق نظرية التحليل النفسي واللي تطرقت لها أيضا بحلقات سابقة كثيرة عندما نغوص في نظرية التحليل النفسي نموذج فرويد للعقل نلاحظ أن فرويد لم يتمكن من تجنب الأدلة الإنسانية في نظريته سوف نرى أن فرويد طالب بتفسير الظواهر العقليه الموجوده لكنه لم يستطيع التخلي ابدا عن الافكار المتعمده. يقول فرويد الانسان باحث لا يكل عن السعاده عندما ناتي الى انسان القرن العشرين. هذه الصوره الموجوده المهيمنه للانسان انسان القرن العشرين اللي ممكن نسميه الانسان على المستوى النفسي، هذه الصورة بالضبط ترجع إلى حد بعيد إلى عالم النفس، إلى عمل فرويد. فرويد ولد سنة 1856 في مدينة فري بيرج، مورافيا. يعني قبل نشر نظرية التطور بثلاث سنوات. في نفس العام الذي نشرت فيه نظرية التطور الداروين. 1859 في يعني كتاب اصل الانواع في نفس هذه السنه سوف تنتقل العائله الى لايبزغ. بعدها بسنه سوف يستقرون في فيينا. يمكث لك فرويد في فيينا من ذلك التاريخ الى سنه 1937 دخول القوات النازيه الى فيينا. فرويد لم يكن يحب فيينا الى حد ما. كان يكره فيينا بسبب يعني جزئيا إلى معاداتها السامية لليهود لكنه مع ذلك كان بتأثر بهذا المجتمع الفيني الراقي وتوجه ذهني حيال الحياة الجنسية سنة 1873 بدأ فرويد يعمل في مجال الطب وأصبح محاضر في علم الأمراض العصبية سنة 1885 أواخر هذه السنة أواخر سنة 1885 يذهب فرويد إلى باريس للعمل تحت إشراف مارتن شارجو أحد أطباء المختصين بعلم النفس والأعصاب عرف العمل اللي كان يقوم به شارجو على ما يسمى بقطة الهستيريا عرف فرويد باحتمالية أن الاضطرابات النفسية ربما يكون مصدرها العقل وليس المخ بالتالي شارجو كان يعتقد أنه أثبت وجود رابط بين الاعراض الهستيريه مثل على سبيل المثال شلل احد الاعضاء وبين الايحاء التنويمي اذا اشتمل هذا الرابط ضمنا على القوه العقليه بالتالي في وقت لاحق سوف يتصادق فرويد مع جوزيف بريور هذا ايضا عالم نفس هذا اللي كان كان عنده مريضه اسمها برتة هذه برتة تعاني من اعراض هستيريه بريور هذا الطبيب سوف يستخدم تقنيه جديده اسمها العلاج بالحديث انه المريض يمدد على سرير ويتكلم تكلم بما يحلو لك العلاج عن طريق الحوار من اجل ان يعالج امراضها سنه 1896 بسبب هذه التراكمات سوف سوف يصوغ فرويد لاول مره عباره التحليل النفسي يتخلى فرويد عن التنويم المغناطيسي ويطور لك تقنية جديدة اسمها تداعي الأفكار الحر ما هي هذه تداعي الأفكار الحر هذه التقنية تشجع لك المريض على التعبير عن كل ما يوجد بداخله من أفكار عشوائية تكلم عما يحلو لك لأن هذه الأفكار مرتبطة مع بعضها البعض بعض إلى أن نصل إلى العلة تهدف هذه التقنية إلى الكشف عن المواد التي لا يستطيع المريض أن يتكلم بها مع الناس الآخرين وهذه المواد التي لا يستطيع المريض التكلم بها مع الآخرين لحد الآن نحن ما نعرف اسمها إذا اتباعا للعرف السائد القديم سوف يسمي فرويد هذا العالم الخفي يستطيع أن يتكلم عن المريض يسميه اللاوعي عن طريق التجارب وغيرها سوف يشير فرويد إلى أن المرضى الذين يعني يتكلمون بالتداعي الحر للأفكار هؤلاء المرضى سوف يواجهون صعوبات المريض يتكلم ويصمت فجأة المريض يتكلم يتلعثم بالكلام المريض يتكلم ثم فجأة يرفض مواصلة جلسات التحليل النفسي ويذهب أشارت هذه الأعراض إلى فرويد أن هناك مادة تمنع هؤلاء المرضى من البوح بمواصلة الكلام هناك شيء هناك شيء يصل إلى المريض ثم يخرج لا يستطيع أن يكمل ما هو هذا الشيء إذا كانت لدى المرضى دفاعات قوية موجودة بداخلهم هذه الدفاعات خفية تمنع المريض أن يبوح بشيء هو يعرفه حسب فرويد من الضروري تدمير هذه الدفاعات يجب تدمير هذه المقاومة الموجودة بالداخل من أجل الكشف عن الصراعات الخفية الموجودة بداخل المريض إذا على النقيض من شارجو وبريور سوف يواصل فرويد عمله ويتوصل إلى استنتاج مهم جدا أن المصدر الأكثر إصرار هاي المقاومة الموجودة بالداخل والتي تمنع المريض من البوح بأفكاره هي الأمور الجنسية هاي أولها وهاي آخرها عندما يصل المريض ويذكر امر جنسي يتلعثم يصمت يترك الجلسات اذا فرويد وضع ايده على العله كما نقول بالعراقي عطين الحري بالتالي الاهم من هذا انه فرويد سوف يربط الاعراض العصبيه الموجوده عند الانسان بالصراع نفسه بين المشاعر والدفاعات مشاعر الجنسية كل إنسان عنده مشاعر ورغبات جنسية وهناك دفاعات اللي تمنع هذه المشاعر من البوح بالتالي سوف يتخلى فرويد عن نظرية الإغواء ويخلص إلى أن المواد التي يجب تذكرها تحت التحفيز النفسي هي أوهام هي أمنيات بدائية خفية وليست خبرات حقيقيه عاصرها او عايشها او جربها الانسان. هذا ماذا يعني؟ يعني انه هذه الاوهام وهذا التوق الغريزي للطفل هو اصل الصراعات اللاحقه. اذا نرجع للطفوله. على مدى السنوات التاليه سوف يتم تحسين هذه النظريه الفرويديه. سوف يتم تعديل هذه النظريه الفرويديه. بالتالي فرويد شخصيا راى والده سنه 1896 وهو يموت امامه، صدمه كانت لفرويد سمحت له ان يتعمق في داخل نفسه، قدم التحليل الذاتي لفرويد رؤى جدا مهمه لنظريه التحليل النفسي، الامور اللي عاصرها في حياته، في عائلته، في وسطه، في المحيط، قدم فرويد في كتاب تفسير الاحلام اللي قدمه سنه 1899 الاحلام على اعتبارها الطريق لمعرفه اللاوعي اللي داخل الانسان. يقول فرويد من ثم تصبح دراسه الاحلام الوسيله الاكثر ملائمه للوصول الى معرفه اللاوعي المقموع الذي تشكل الرغبه الجنسيه المنعزلة عن الأنا جزءا منه تنتهي هاي الحلقة وحلقات أخرى لنا مع فرويد شكرا لكم